رتي فن وبده طولة بال وبده ممارسة، بدك تسحب الخيط تشوف الأسود وين، السكني وين، الأبيض وين. الرتي فيه ماش زي القميص اللي سويته قبل شوي، هذا في 6-7 ألوان. لما أنا بتطلع هيك بسحب الخيطان اللي من جوا هدول مثلا، ها بعرف إيش في الألوان وين كل لون لازم ينزل. زمان كنا نشتغل الرتي بإبرة أو بإبرتين، انكترت الشغل. هلا بدك تشتغل النسيج بأربع إبر بخمس إبر. القماش يا سيدي كان زمان نوع أو نوعين، في قماش اسمه الهلد خيط واحد، وكان يلبسوه كل العالم، كبار البلد يلبسوه، اللي يكون مسافر على الكويت يجيب قطعة قماش هلد هدية، وكانت هدية ثمينة وغالية. وكان في قماش ثاني اسمه فريسكو، وكان في قماش ثالث صوف. يعني هذا القماش اللي كان زمان وقت أنا تعلمت الرتي. فلما أنا كبرت وصرت في مجال الرتي متعمق فيه، نزلت الأقمشة الصينية اليابانية مليون نوع ونوع. والدي كان واحد من اللي وقفوا يصلحوا الغرز ويرجعوها زي ما كانت، وبعدين كان يروح يداوم في محل لحياكة القماش. وزي ما قلت لك إنه القماش ساعات المكنة بتغالط بتطلع غرز فالتة، بقولوا لها ديفو، والديفو هذا بده واحد فني يكون واقف على المكنة حتى يصلح الغرز. لا بيجي لك شخص الصبح وهو نازل على شغله على دوامه بظف بمزع بنطلونه وهو ماشي، بيخربوا من جنب السحاب، بيخربوا من الجنب من هون، فتلاقيه ماسك الجاكيت هيك بغطي المكان الممزوع، وبيجيني بيقول لي دخيلك النجدة، فبقعده عندي بلبسه بنطلون تاني او بحط عليه جاكيت وبسوي له البنطلون وبروح على شغله. يعني من الطبقة العالية والوسطى الفقيرة كل الناس بيرتعوا عندي. زمان كان في موسم للرتي بالصيف، المغتربين اللي بيشتغلوا خارج المملكة يجوا من السفر، أواعيهم موزعة، أواعيهم مثلا مضروبة، فبدلاتهم ثمينة كانوا يجيبوها معهم، بس يوصلوا الأردن على طول يجيبوا علينا. هلأ تغير الوضع، هلأ الموسم عندنا صار بالشتاء، جاكيتات الجلد الطبيعي، جاكيتات زي هاي اللي عندي معلقة هون، زي هاي اللي هون، هذا احنا بنصلحه وبنرجعه زي ما كان. اللي ما بيفهم للقماشة للبدلة اللي بده يلبسها يعني ما بيصلح، بقول لك بشتري وحدة مستعملة أو جديدة. الشقفة اللي بإيدي تحت الزر هاي ممزوعة كانت، ومخيطها صاحبها في البيت، فكيتها أنا وركبتها على الطارة هاي الضربة، وهلا ببلش أشتغل فيها، بنسجها بعبيها وبس أخلصها بكويها محل الرتي، وهي الزر تبعها برجعه مكانه وبنعطيه لصاحبه، بيجي بتفرج بقول لك وين كان؟ لا هذا مش قميصي، قميصي كان ممزوع. طب يا عمي صلحناه. فأنا بكون مبسوط لما الزبون بيحتار وين الشغل كان.